محاكمات تفتقر إلى المعايير القانونية الدولية، هذا ما يخضع إليه المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في العراق على وفق تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش التي قالت إن هذه المحاكمات تعتمد على قانون لمكافحة الإرهاب وصفته بالغامض والمليء بالعيوب. التقرير جاء مكملاً لتقارير سابقة أصدرتها المنظمة الحقوقية خلال عامي 2017 و2018 بعد رصد باحثيها انتهاكات ترتكب بحق محتجزين بتهم الإرهاب. حيث يعالج قضاه الهيئه الثانيه في المحكمه الجنائيه بالرصافه على سبيل المثال للحصر الكثير من القضايا بالاعتماد على اعترافات المتهمين الذين يؤكد غالبيتهم انهم اضطروا للاعتراف جراء التعذيب الحقائق التي كشفتها المنظمة في تقاريرها لم تأتي من فراغ وإحداها تلك المتعلقة بوجود سجن تابع لجهاز الأمن الوطني كان يتبع إجراءات مخالفة للقوانين مع المعتقلين في مدينة الموصل حيث أقر رئيس محكمة التحقيق رائد المصلح بوجود هذه المخالفات وأنه تم تحويل عدة مئات من السجناء إلى وزارة الداخلية إلا أن الجهاز لا يزال يحتجز نحو سبعين شخصاً التعذيب الذي كان يخضع له غالبيه المعتقلين في منازل مهجوره لاجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها من بين الحقائق التي كشفت عنها هيومن رايتس ووتش في تقاريرها وفي المقابل فان القضاه كانوا يتجاهلون بشكل روتيني تاكيدات المعتقلين تعرضهم للتعذيب ولم يحققوا ابدا مع اي من عناصر الامن المتهمين حالة من القلق البالغ والاستنكار لطالما عبرت عنها جهات عديدة معنية بحقوق الإنسان منذ صدور قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لعام 2005، وما رافقه من انتهاكات مورست بحق المحتجزين في السجون الحكومية العلنية والسرية، فهذا القانون يشمل مجموعة واسعة من الجرائم من بينها الانتماء إلى تنظيم ارهابي أو تقديم دعم له، حيث ينص على عقوبات مشددة وقاسية تصل إلى عقوبة الإعدام. إذا ستظل المخاوف المتعلقة بتعذيب المعتقلين وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها قصرا قائمة وكذلك ستبقى حقوق الإنسان في العراق منتهكة مثلما هو حالها منذ الاحتلال عام 2003